يقول السائل: ما حكم مال الحلاق الذي يحلق اللحى والقزع وهو تارك للصلاة؟ فما حكم ماله؟ وهل إذا دعانا لوليمة نجيب الدعوة؟ تركه للصلاة أعظم من حلق اللحى، ولكن أخذ المال على حلق اللحى حرام، فهو جمع بين الكفر وهو ترك الصلاة وبين المال الحرام، فإذا كان كسبه كله من حلق اللحى فلا تأكلوا من طعامه، أما إذا كان عنده كسب حلال وكسب محرم فلا مانع من الأكل من طعامه، لأنه لا يتعين أن هذا الطعام من المال الحرام، والأصل الإباحة. أما إذا كان كل ماله من حلق اللحى فهو حرام، لا تأكلوا منه. نعم.